تحية طيبة لكم مشاهدي برنامج اتجاه الصحافة، ونطالع في حلقة هذا اليوم. نقاط خلاف في الحوار الذي تحتاج تنازلات لتجاوزها. ردود أفعال أوروبية تجاه الأزمة أو أزمة الهجرة غير القانونية. إدانات دولية لمقتل أثيوبيين مسيحيين في ليبيا. نبحث هذه المواضيع وغيرها مع ضيفنا عبر سكايب من القاهرة، أستاذ النظرية السياسية الدكتور البسيوني الخولي. سيد البسيوني، رحب بك معي في برنامج اتجاهات الصحافة اليوم. أهلا وسهلا بك ومشاهديك الأعزاء. يشير متابعون لمسار الحوار الليبي إلى أنه لربما سيستغرق وقتا للوصول إلى نتائج ترضي كل الليبيين، حيث تواجه الحكومتان المتنافستان حاليا في ليبيا ضغوطا تفرض عليهما إيجاد مخرج من الأزمة، لا سيما في ظل شح الموارد المالية والعوامل الأخرى التي جعلت من ليبيا دولة فاشلة. من جهة أخرى، تركز تقارير إعلامية على التحديات القائمة أمام تجاوز الخلافات وتشكيل حكومة وحدة وطنية لوجود مطامع خاصة لدى بعض المشاركين في الحوار. ذكر موقع كريستان ساينس مونيتور الأمريكي أن المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة حول ليبيا والهادفة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتطلب بعض الصبر من أجل تحويل معاناة الليبيين إلى أمل عبر صياغة رؤية مشتركة للديمقراطية والقيام بتنازلات ضرورية من قبل كل الأطراف. وأشار الموقع إلى أن المال والدعم ينفدان لدى الحكومتين المتناحرتين، ورغم أن البلاد تمتلك أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، فقد انخفض الإنتاج النفطي في ليبيا بأكثر من 80%، ولم يعد الدعم الخارجي مضمونا بالنسبة للكتائب المسلحة. وجاء في المقال المنشور على موقع كريستيان ساينس مونيتور الأمريكي أن الحرب الأهلية في ليبيا تمثل تحديا للمجتمع الدولي، كونها دولة فاشلة تحولت لنقطة انطلاق للإرهابيين واللاجئين إلى الغرب، وتمثل تحديا لفكرة أن كل حرب يمكن الفوز بها، فقد وصل الصراع إلى نقطة اليأس بالنسبة للكل. ذكرت مراسلة صحيفة ديريش تانادارد النمساوية أن الحوار السياسي المستمر منذ سبتمبر 2014 يبدو اليوم في مرحلة حاسمة جدا، فإما أن ينجح ويتفق الفرقاء الليبيين على خارطة طريق واضحة، وإما الدخول في نفق مظلم لا تعرف نهايته. وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أن إخراج ليبيا من ما تعيش على وقعه لن يكون إلا من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية يتفق حولها الفرقاء، غير أن أطراف الصراع لم يتفقوا بعد على الشخص الذي سيمنحونه ثقتهم لترأس الحكومة الجديدة. ذكر موقع صحيفة البلاد اليومية الجزائرية في تقرير بعنوان من يريد إجهاض مبادرة الجزائر لحل الأزمة الليبية، في الوقت الذي تواصل الجزائر جهودها لإنجاح مبادرتها الخاصة بحل الأزمة الليبية من خلال سعيها للتوصل إلى حلول توافقية ترضي أطراف النزاع، على ما يبدو تبقى هذه الجهود غير كافية بالنظر لعدم التخلص من الأناة. وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أنه لا يمكن لأي طرف إخفاء أهدافه في التموقع جيدا في السلطة خلال المرحلة القادمة، وأبرز نقاط الاختلاف هي مسألة الدستور والشرعية والبرلمان والأمن، ما يجعل الجزائر في موقف لا تحسد عليه. أذكر مشاهدينا الكرام أن ضيفنا يحدثنا عبر سكايب من القاهرة وهو أستاذ النظرية السياسية البسيوني الخولي. دكتور الخولي، يعني هل ترى أن الأطراف المشاركة في الحوار وتلك الممثلة للقوى العسكرية لديها نية حقيقية للخروج بتسوية سياسية، أم أن مشاركتها جاءت فقط لإرضاء ليون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار في ليبيا قام على أساس أن الأطراف لا بد أن تنطلق من نقطة مشتركة أو شبه مشتركة وتواصل التوافق إلى أن تصل إلى نقطة نهائية مشتركة ومتفق عليها، وهي إقامة الدولة الليبية المدنية والنظام السياسي الديمقراطي. هذه المسيرة في الحقيقة بدأت ببعض التردد وببعض الغموض من الطرفين معا، فنحن من الصعب أن نفرق بين ما إذا كان كل طرف من الأطراف
أقدم على هذا الحوار بنية خالصة أم لا؟ هناك نوايا، وهذه النوايا قد تكون مختلط فيها النوايا الصادقة مع النوايا غير الصادقة، ولكن بدأ الحوار وسار الطرفان إلى مسيرة أو إلى نقاط معينة أوشكت على أن تنتهي بتوافق على ما ينبغي أن يكون أو على الورقة أو خارطة الطريق المقدمة من الأمم المتحدة. فنحن الآن نبحث عن النوايا، لكن نبحث عن الفعل على الواقع، على الواقع على الأرض. طيب موقع كريستيان سيد البسيوني، موقع كريستيان ساينس مونيتور الأمريكي أشار إلى ضرورة أن يقدم كلا الطرفين تنازلات للدفع بالحوار إلى مراحل متقدمة. هل الأطراف المشاركة الآن هي مستعدة لتقديم تلك التنازلات حتى فيما يخص هنا بخلاف على الشرعية؟ نعم هذا صحيح، ينبغي على الطرفين المتحاورين في الساحة الليبية أن يقدم كل منهما تنازلات، وعن قناعة بأن هذه التنازلات ليست للطرف الآخر ولكنها لليبيا الوطن. هذه الشخوص الموجودة الآن ستزول بعد التوافق وستذهب وتصبح أفراد عاديين أو هياكل عادية أو كيانات عادية داخل المجتمع الليبي، وسيبقى المجتمع الليبي وسيبقى الشعب الليبي. فالتنازلات هنا هي تنازلات من أجل الوطن وليست تنازلات للطرف الآخر المتفاوض. نعم. الأمر الثاني والمهم أن هذه الحوار حتى يصل إلى منتهى بالطريقة وبالأسلوب وبالنهاية التي يريدها الجميع لابد من أمرين. الأمر الأول المساندة الدولية غير المحدودة وغير المشروطة لهذا الحوار. الأمر الثاني أن يبتعد تماما الأطراف الإقليمية عن العبث في ليبيا. عند هذه الحالة سوف يخلو كل طرف إلى الآخر وسوف يتفق الأطراف لأنهم ليبيون خالصون. هكذا ينبغي أن يكون الحوار وهكذا ينبغي أن يتواصل من حيث انتهى الآن، وهو ما يشبه التوافق إن شاء الله. طيب ذات الموقع سيد البسيوني الأمريكي يعني أشار إلى نقطة وهي نقطة الوقت الذي سيستغرقه هذا الحوار، قال أنه لابد من صبر لرؤية النتائج حسب يعني تحليلك. ما هي المدة المتوقع أن يستغرقها الحوار حتى يصل إلى نتائج فعلا تنعكس على الأرض؟ النتائج في الحقيقة مشروطة بما قدمت من أمرين، المساندة الدولية غير المحدودة وأن تكون الأمم المتحدة حازمة وحاسمة فيما يتعلق بموضوع وتقطع الآمال أمام كل الأطراف بأنه لا حل إلا الحل السياسي. الأمر الثاني المشروط به الحوار هو تخلي الأطراف الإقليمية عن التدخل في الشأن الليبي. عند هذه الحالة يمكن أن نقول بأن الوقت لن يكون طويلا لكي يؤتي الحوار الليبي ثماره ونرى حكومة متفق عليها ونرى إجراءات على الأرض تؤمن الشعب الليبي وتقطع دابر الإرهاب الذين يتحدثون عليه في ليبيا. نعم بالحديث هنا عن الجهود الإقليمية وخصوصا دول الطوق سيد البسيوني، يعني صحيفة البلاد الجزائرية يعني تحدثت على أن جهود الجزائر تسير عكس التيار، لماذا هذا الوصف؟ وهل يمكن أن ترسم الجزائر حلولا فعلية للمشكل في ليبيا؟ في الحقيقة أنا أحلل سلوك الجزائر الخارجي أو سلوك أو الموقف الجزائري تجاه الأزمة الليبية ولا أعتبر لأي آراء تقال في هذا الصدد. الجزائر بالفعل ترى موقفها بعد التردد وبعض الغموض في الأيام القليلة الماضية، ولكنها بعد ذلك ثابت إلى رشدها وبدأت بالفعل تؤيد الحوار وتدعم الحوار بما لديها من وسائل دبلوماسية وقد تكون وسائل أخرى خاصة بالاتصال بالأطراف عن غير ظاهر. يعني هذا يعني أن الجزائر الآن تدعم الحوار، ومن مصلحة الجزائر الأمنية والاستراتيجية أن يتم التوافق وحل المسألة الليبية بين الليبيين. النوايا الجزائرية في إقامة دولة ليبية ديمقراطية هذا أمر أنا أتشكك فيه. لماذا؟ لأنه سوف يحدث هناك
نوعا من او نوع من عدم التلاقي بين نظام ديمقراطي في ليبيا ونظام شمولي او نظام الأقلية العسكرية في الجزائر. نعم. لكن الجزائر لا تريد ان تحلي الأزمة وتسوي الأزمة لمصلحتها وليس لإقامة دولة ديمقراطية. هذا ما اراه من الناحية البرجماتية او الناحية النفعية في السياسة الخارجية الجزائرية تجاه المسألة الليبية. نعم. بالنسبة لتونس، تونس عن نية صادقة تريد أن تؤمن حدودها الغربية في ليبيا، وتريد كذلك إقامة دولة على وتيرة ما حدث في تونس، وهي دولة ديمقراطية ونظام سياسي ديمقراطي. الشرق الليبي وهو مصر، أنا أرى أن مصر تريد أن تعبث في ليبيا وتريد أن لا يتوصل الطرفان. وبهذا وصلت فكرتك سيد البسيوني في هذه النقطة. نذهب بك وأنتم مشاهدينا الكرام إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، ابقوا معنا. يرى مراقبون أن التحركات الأوروبية لا تأتي إلا وفقا لمصالحها القريبة كردود أفعال أبعد ما تكون عن البحث عن حلول جذرية وفقا لاستراتيجية واضحة. وسلطت الصحف الضوء على التحركات التي يقوم بها السياسيون الأوروبيون مؤخرا، جاءت كردة فعل تجاه الكوارث الناتجة عن تزايد المهاجرين غير القانونيين القادمين من ليبيا، وسط إشارات بأن نسبة اهتمام الدول الأوروبية بقضية الهجرة غير القانونية تختلف وفقا لتأثيرها المباشر. ذكر الصحفي بموقع أطلس أنفو الفرنسي المهتم بشؤون الدولية مصطفى توسا في تعليق بعنوان أوروبا لا ترى ليبيا إلا من زاوية الإرهاب والهجرة، إن تزايد عدد القوارب المقلة للمهاجرين القادمين من ليبيا باتجاه السواحل الأوروبية ينبئ بكوارث أكبر، كان آخرها غرق المئات من المهاجرين الأسبوع الماضي حيث نشرت صور مأساوية للغرق. وأشار توسا في تعليقه إلى أن هذا التزايد المهول لأعداد المهاجرين جعل المسؤولين يدقون ناقوس الخطر، خاصة في ظل التهديدات التي يطلقها تنظيم الدولة الإسلامية عبر المواقع الاجتماعية بإرسال نصف مليون مهاجر إلى إيطاليا. ونوه الكاتب إلى أن حجم المخاوف مختلف داخل أوروبا نفسها بين الدول الشمالية ودول جنوب أوروبا، خصوصا إيطاليا البلد الأكثر تضررا من موجات الهجرة المتفاقمة، لكن معظم الدول الأوروبية تسعى إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم في ليبيا. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني قولها إنه لا مزيد من الأعذار لعدم تحرك دول الاتحاد بعد كارثة غرق مركب المهاجرين الأخير في عرض المتوسط، ويجب اتخاذ خطوات فورية. وقالت موغريني في التصريحات التي نقلتها الوكالة الفرنسية إنه مثل ما أثارت الهجمات الإسلامية في باريس خلال يناير الماضي ردا مشتركا، يجب أن يولد هذا الحادث الزخم لإيجاد سياسة مشتركة للهجرة، فالمسألة الرئيسية هنا هي بناء حس مشترك من المسؤولية الأوروبية. ذكرت الصحفية الإيطالية فورينزا سارسانيني في مقال على الصحيفة الإيطالية كورياري ديلا سيرا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون ببروكسل لبحث الوضع الأمني في ليبيا، وسيتم نقاش بعض المقترحات الإيطالية حول سبل التدخل للحد من تدفق المهاجرين غير القانونيين نحو إيطاليا. وأشارت سارسانيني إلى أن المقترحات الإيطالية التي وضعت على طاولة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ تتمثل في إرسال بعثة للشرطة الدولية لمراقبة الموانئ والشواطئ الليبية وتشكيل قوة عسكرية بإذن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وأوضحت كاتبة المقال أن العديد من الخيارات بشأن مكافحة الهجرة والتي تم تحليلها من قبل خبراء إيطاليين تم رفضها نظرا لعدم إمكانية تحقيقها لأي نتائج، ومن أهم هذه الخيارات حصار بحري على بعد عشرات الأميال من ليبيا. دكتور بسيوني، يعني بالحديث عن ملف الهجرة غير القانونية الذي يعد أكبر تحدي يواجه إيطاليا وأوروبا عامة، كيف تقيم التعاطي الأوروبي مع هذا الملف الآن؟ الحقيقة هذا الملف ملف قديم من أيام حكم معمر القذافي، وهذه قضية مؤرقة لأوروبا على مدى تاريخها المعاصر. هذه القضية تنافست الآن وظهرت بشكل تنافسي ملحوظ مع ما يعرف بمسألة الإرهاب ووجود الإرهاب في ليبيا. القضيتان الآن
على الساحة يتنافسان. والواضح أن أوروبا أعطت أهمية أكثر في الأيام الراهنة لموضوع الهجرة غير الشرعية، وبدأت تبحث عن وسائل وتستيقظ النيام في أوروبا في الوسط والشمال وتنبه إلى هذه المسألة الخطيرة. ولكن في الحقيقة المقابلة الأوروبية أو المواجهة الأوروبية أو المجابهة الأوروبية لهذه المسألة تتدرج على مستويين. المستوى الأول هو مستوى الدول الملامسة أو المتماسة بشكل دقيق ومباشر مع هذه الأزمة، وهي الشمال المتوسط أو جنوب أوروبا في إيطاليا أساس، فرنسا، حتى اليونان. هذه الدول بدأت تتعاطى مع هذه المسألة بكثير من الأهمية وكثير من الاهتمام. أما الوسط والشمال الأوروبي فهو يعلن صراحة بأن هذه القضية لا تعني الوسط والشمال بشكل دقيق، وبالتالي يأخذون هذه القضية على محمل القضايا الترفية من قبل أوروبا وأنها طيب قضايا طيب بالحديث عن ما حدث مؤخرا سيد البسوني، يعني غرقت أعداد مهولة وكبيرة في عرض البحر المتوسط، والحادثة الأخيرة ليست هي الأولى من نوعها، هنا من يتحمل هذه المسؤولية في ظل ضعف الدولة الليبية عن تقديم أي حلول أو للحد من هذه الهجرة؟ أطراف كثيرة تتحمل مسؤوليات جسام تجاه ما يحدث الآن. المجتمع الدولي نفسه الذي وعد الدول الإفريقية بعقود متتالية من الإنماء الاقتصادي والإحداث السياسي، هذا كله أنتج نتائج غير دقيقة وغير موجودة على الأرض. يضاف إلى ذلك قضية أخرى، وهي أن أوروبا تعتبر الطرف الثاني بعد المجتمع الدولي الذي لم يعر هذه المسائل أهمية، إلا عندما تحدث الأزمات يبدأ يفيق ويبدأ يتحدث عن هذه القضايا، وبعد فترة عندما تأتأ هذه الأمور يبدأ يخفض صوت هذه القضايا. الأطراف الثالثة أو الطرف الثالث هو ليبيا طبعا، وليبيا في الوقت الراهن ودول الشمال الأفريقي في الوقت الراهن تعاني من تأزمات نتيجة الثورات التي حدثت بها. هذه الأطراف جميعها مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه المسألة، ولابد أن يتحمل كل طرف من هذه الأطراف ما ينبغي أن يتحمله تجاه هذه المسألة التي هي مسألة أخلاقية إنسانية بالأساس. طيب الصحف الإيطالية تتحدث عن فرضيات لإجراءات يعني ستقوم بها أوروبا، منها فرض حظر بحري على ليبيا أو إرسال بعثة دولية لمراقبة الشواطئ الليبية عفوا، هل تراها يعني حلول فعالة للقضاء على هذه المشكلة أم لابد أن تكون معالجة من الداخل الليبي هنا أقصد؟ الطروحات الإيطالية ينبغي أن توضع في نطاقها الصحيح. هناك طرح إيطالي، هذا الطرح لكي يمكن تفعيله لابد أن يحوز على موافقة الاتحاد الأوروبي، فيمكن لإيطاليا أن تتحرك في إطار الاتحاد الأوروبي، ويمكن لإيطاليا أيضا أن تتحرك بشكل انفرادي بحيث أن تقوم ببعض الإجراءات التي تفضلت بذكرها. ولكن في نفس الوقت لا ننسى أنه طالما أن هناك دولة فاشلة في ليبيا لن يتم حل هذه المسألة، لأن نصف الحل معظم الحل في إطار دولة ليبية تسيطر بشكل مطلق على ترابها وتمنع دخول عناصر غير مشروعة عبر حدودها. في هذه الحالة يمكن أن نتحدث عن الأزمة وحل الأزمة بشكل دقيق. وبهذا نذهب دكتور بسيوني وأنتم مشاهدينا الكرام إلى المحور الثالث والأخير من هذه الحلقة، ابقوا معنا. أدت الصحف العربية والغربية اهتماما واسعا بحادث مقتل مسيحيين إثيوبيين على يد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، حيث أثار هذا الحادث ردود أفعال عدد من المؤسسات الدولية التي دانته بشدة.
تطرقت وكالة الأناضول التركية للأنباء في تقرير لها إلى موقف المجتمع الدولي من العملية الإرهابية التي نفذها ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش بحق عدد من المسيحيين الأثيوبيين في ليبيا. وبينت الوكالة أن كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وجيبوتي أدانوا مقتل مسيحيين أثيوبيين على يد تنظيم داعش في ليبيا. ونقلت وكالة الأناضول عن أمين الجامعة العربية نبيل العربي قوله يدين بأقصى العبارات الجريمة النكراء التي تداولتها وسائل الإعلام حول المذبحة التي تعرض لها عدد من المواطنين الأثيوبيين على يد تنظيم داعش الإرهابي. وأشارت الأناضول إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتبر القتل المزعوم للمسيحيين الأثيوبيين من قبل داعش في ليبيا يوضح مرة أخرى أن الإرهابيين لن يتوقفوا أمام أي شيء في محاولاتهم لخلق الانقسامات الدينية. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن وزارة الخارجية الجيبوتية أفادت أن محمود علي يوسف وزير الخارجية الأثيوبي يدين الجريمة الإرهابية التي تعرض لها عدد من المواطنين الأثيوبيين على يد تنظيم داعش الإرهابي مواربا عن تعازيه للحكومة والشعب الأثيوبيين. ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن البابا فرانسيس ندد باستمرار قتل مسيحيين بعد نشر تسجيل فيديو منسوب لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية يظهر إطلاق النار وقطع رؤوس 30 مواطنا أثيوبيا مسيحيا في ليبيا. وأشارت رويترز إلى أن البابا قال في رسالة إلى البطريرك أبونا ماتياس بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الأثيوبية: أتوصل معكم لأعبر عن تضامني الروحي العميق وأؤكد لكم إخلاصي في الصلاة من أجل الاستشهاد المستمر الذي ينال بوحشية المسيحيين في أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق في آسيا. ونقلت رويترز عن البابا قوله: إن دماء أخواننا وأخواتنا المسيحيين شهادة تستصرخ كل شخص لا يزال قادرا على التمييز بين الخير والشر، وهذه الصرخة يجب أن تكون مسموعة لأولئك الذين يتحكمون في مصير الشعوب. دكتور الخولي، يعني ما المراد من إعادة سيناريو قتل المصريين المسيحيين على يد داعش ولكن في هذه المرة لمسيحيين أثيوبيين وبنفس الطريقة أيضا؟ في الحقيقة هذا المشهد الذي يبدو لي على أنه مشهد دراماتيكي يتكرر بشكل تمثيلي لكي يتم إلصاق التهم بالإسلام والمسلمين وبسلوكات المسلمين وأيضا تشويه الدين الإسلامي، ثم لاستدرار التعاطف وتسجيل المواقف مع المسيحيين من مصر، من إثيوبيا، من مناطق مختلفة. هذه قضية في الحقيقة أنا يعني أزعم بكثير من التأكيد أن فيها جانب تمثيلي أو جانب غير حقيقي، لأننا من يتعاطفون الآن ومن يعلنون التعاطف والدولة المعنية بالضحايا وهي إثيوبيا والدولة الليبية التي تم على أرضها هذا، أنا أقول من لديه معلومات دقيقة عن هذه المسألة فليعطينا هذه المعلومات وليظهرها على العالم. من هم هؤلاء؟ من هم القتل؟ طيب هنا سيد البسيوني، يعني فقط أريد يعني التركيز على هذه، ما الرسالة التي يود ما يعرف بتنظيم الدولة إرسالها بقتل المسيحيين؟ يعني ينشر فيديوهات للحذف على أنها وقعت فعلا داخل التراب الليبي. حقيقة أيضا هذه القضايا لا يمكن الجزم بها إلا من خلال أجهزة متخصصة تشكل لهذا الغرض وتعلن النتائج على العالم، لكي نتحدث عن قضايا منهجية علمية دقيقة على إثرها ننحي باللائمة ونرى من هؤلاء القتلة ومن المقتولين. لا أحد يعلم عن القتلة ولا أحد يعلم عن المقتولين. هل لدى أثيوبيا قائمة بأسماء هؤلاء وتقول أن هؤلاء رعايا أثيوبيين حقيقيين ينتمون إلينا؟ هذا كلام غير دقيق وغير واقعي. يعني هل يتحرك العالم من أجل شريط فيديو صور في مكان ما غير معلوم وبث من مكان غير معلوم؟ هل هذه قضايا تحرك المجتمع الدولي وتحرك العالم وعلى طيب سياسيا هنا إلى أي مدى يمكن أن تستغل الأطراف الليبية المتخاصمة الآن هذا الملف للضغط به على المجتمع الدولي، يعني خصوصا مع وجود طرف يقاتل باسم مكافحة الإرهاب؟ الأطراف الليبية يفترض أنها تكون معنية بهذا، ينبغي أن تحث الخطى من أجل فض هذه القضايا الدراماتية التمثيلية التي تصور ليبيا الآن على أنها
المذبحة التي يتم ذبح الأشخاص عليها، المسيحيين بالذات. لابد أن نفض هذا من خلال دولة ليبية، نتوصل إلى حوار ونتفق على أن تكون هناك دولة ليبية وتختفي هذه الأطراف الموجودة، يختفي البرلمان هذا ويختفي المؤتمر الوطني العام، وتظهر كيانات جديدة تصنع ليبيا الحديثة الجديدة المدنية الديمقراطية. وعند هذه الحالة سنجب كل هذا الخلاف وكل هذا الحوار غير المجدي. كل يوم يظهر فيديو يقول بأن هناك من يذبحون في ليبيا. يا أخي نفض هذا الموضوع وتظهر ليبيا دولة قوية لا يذبح على أرضها ولا يقترب من أرضها أي إنسان. طيب في اعتقادك سيد البسيوني، هل هذا التنظيم سيقضى عليه بسهولة بعد التوصل إلى التسوية السياسية، لا سيما أنه لا يؤمن بأدوات الحوار بتاتا؟ يا سيدتي الفاضلة، الآن لا يمكن لأي جهة في العالم أن تقدم تفاصيل عن تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا. يمكن أن يكون هناك نواة لبعض الشباب الذين عادوا من سوريا، من العراق، من أماكن مختلفة، هذا ربما يكون صحيح، وحول هذه النواة التف أزلام مع عمرو القذافي. يا أخواننا سوف تظهر الحقيقة وتظهر هذه القضايا بشكل جلي، وهو معلوم لأطراف كثيرة الآن. جماعة الشرق يعلمون يقينا أن تنظيم الدولة هو النواة من الذين عادوا والأكثرية من أزلام القذافي، هذا واضح للعيان وسيتضح أكثر بوثائق عن هؤلاء. فهذه القضية يعلمها الجميع، والمعارضة التي ظهرت أو الانشقاق الذي ظهر في الشرق تصورنا وتخيلنا حسب ما قال أنه سوف يحارب الإرهاب وسوف يحارب هؤلاء، لم نرى اشتباكا مع هؤلاء، لم نرى أنه قضى على هؤلاء. هذه كلها قضايا الهدف الأساسي منها إعادة نظام ديكتاتوري في ليبيا. وأنا أرى أن ثورة 17 فبراير والشعب الليبي الطاهر النقي لن يسمح بإعادة نظام ديكتاتوري. وبهذا أشكرك جزيل الشكر ضيفنا الذي كان معنا من القاهرة عبر سكايب، أستاذ النظرية السياسية دكتور بسيوني الخولي. ننوه مشاهدي قناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة الباحث المرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا بالطبع غالية أبو زعكوك، في أمان الله.